في جزيرة بالي في أندونيسيا، ووصلتني رسالة قالوا لي إنه العرض هيكون بعد 3 أو 4 أيام. كنت مسافرة، كنت مسافرة، هتقدمي وكنت بحاول بأي طريقة إن أنا أوصل، لكن ربنا ما سهلش. يعني طب أنا لما جيت جيتي بقى، يوم بعد العرض. لما جيتي بقى استقبلتي رد فعل الناس كانت يعني في الشارع، النقاد، هل في حد من الفنانين كلمك يكلمك عن الدور يهنيكي بالدور؟ ردود بصراحة الفعل أول تليفونات استقبلتها كان فريق العمل اللي أنا اشتغلت معاه، كانوا بيهنوني وكانوا بيكلموني، وكان في ثناء كبير جدا على الدور وعلى الأداء، وأنا ما توقعتش رد الفعل ده بصراحة. ده طمني أول حاجة. وبعدين في الفترة التانية دخلنا على ندوات صحفية وقابلنا صحفيين كتير قوي كانوا شافوا الفيلم، فكان في نقاش وجدل على الأدوار، وكان الحمد لله يعني تعليقهم كويس عن الدور، وده طمني يعني. أكيد كنت قلقانة طبعا. كنت قلقانة جدا، لا هو دور صعب أمانة يعني. طيب خلينا نروح لمحطة تانية، محطة يمكن الناس مش كتير شافوا بالألوان الطبيعية، ولكن المحطة اللي هنتكلم عنها ما اعتقدش ان في حد ما شافهاش، كلام نسوان اتعرض في رمضان، اتعرض حتى بعد رمضان، ولكن هما كانوا مجموعه من السيدات كل واحده ليها قصه، ناس كتير قوي اتعلقت معاها وتعاطفت معاها. قدمتي الدور بنعومه شديده جدا، وكنت لسه بقولك قبل ما ندخل انه اوقات كتير كنت تطلعي من غير ميك اب. نتكلم اكتر عن الترشيح، برضو طبعا مخرج متميز، المخرج عمر عبد العزيز، وبرضو ده اعماله حقيقي مش طبعا. كتير ولكن اعماله متميزه. انا خليني بقى بحيي الاستاذ تجربتك. عمر عبد العزيز اول حاجه، وبصراحه هو بالنسبه له خد ريسك انه يسند دور بطوله برضه في مسلسل هيتعرض في رمضان لممثله ما شافهاش قبل كده وما شافلهاش اي عمل خالص، بس كان ورقه الضمان بالنسبه له هو العمل اللي انا قدمته بشتغل فيه في الفتره دي مع الاستاذ اسامه فوزي. هو عارف الاستاذ اسامه فوزي كويس جدا، وعارف انه ما بيسندش ادوار لممثلين مش متمكنين من ادواتهم، او يعني مش اي قادرين فرد. على انهم يقدموا الشخصيات اللي هي موجوده على الورق بكامل تفاصيلها. فكان ده الضمان الوحيد بالنسبه لي، والحمد لله، واسند لي دور البطوله الحمد لله. اعتقد يعني لا ان انا كنت عند حسن كان الظن حلو قوي. هنتكلم الحمد اكتر عن لله. تفاصيل الدور، ولكن خلينا مع بعض ومع الساده المشاهدين نشوف جزء من مشهد في كلام نسوان ونرجع مره تانية. مشاهدين، يسعدني ان اقدم لكم برنامج كفاياكي برامج النهارده، كفايه برنامج النهارده، هطلع فاصل. هبتدي بمين؟ انا طبعا. انت ازاي يا حبيبتي والعمده قاعده؟ العمده. لا نبتدي بالعمده طبعا. نهوده قول الست كريمات للبشره. يا ما جاب الغرب لامه. ليه يا ناهد؟ مش انت اللي مدمنه الكريمات؟ كنت يا حبيبتي مدمنه الكريمات واتعالجت، عقبال السامعين لما يتعالجوا. السامعين. قولي لي جبتي المها ايه؟ مها. ولا بصراحه ما عرفت بلاش، كل ما نقشي لا انا اجيب لعمر. يا لهوي، معلش يا مها، اصل انت عارفه البت دي هبله وعبيطه. هبله وعبيطه، سوري يا مها، سوري، انا مش قصدي، بس بصراحه انتوا طلعتوا عيني لنقيت هدايا. ميرسي يا نادين، بس انت يعني اكيد فهماني. طب وانا جبتي لي ايه؟ لا يا بتول، دي حاجه بالسيف سايد خالص. ولا بصراحه قاعد افكر شو ممكن تكوني عايزه، شو ممكن يكون ناقصك. ما لقيت شيء. اتفضلي شوكولا. والله عملتي طيب يا نادين ان انت جبتي لها شوكولاته، اصل هي محتاجه للشوكولاته قوي دلوقتي. كفايه يا ناهد، ما سقتيش انت اللي على راسك بطحه. انا ماشيه رايحه. فين يا بتول؟ ما تقعدي. اسمعي، ما احبش حد يبقى واصي عليا، وانا حره اعمل اللي انا عايزاه. انت تعملي اللي انت عايزاه بعيد عن العمده. انا ما تقلقوا يا جماعه، حصل ايه؟ استنوا بقى يا جماعه، نحن مش اصحاب؟ نحن ما اتفقنا انه كل شيء بيصير برات الشله ما بيدخل جوات الشله؟ عادوا تشوف، عادوا. والله انا حاسه انه الفيلا دي منحوسه. لا، اللي منحوس هو الكامباوند كله. لا بصراحه بقى انا اللي مزودها شويه. لا والله بصراحة أنا حاسة إن نكدت عليكم بالهدايا اللي جبتها. لا بصراحة بقى، أنت حيرتينا في الهدايا بتاعتك وفي طبق اليوم اللي أنت عملتيه النهاردة. طب فإذا
صار فيكم تسلموا على بعض تاني برامج تاني وسياسيه كمان. لا احنا فينا نموتك بقى بصراحه. انا شخصيا ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين حوارنا مع النجمة التونسية فريال يوسف فريال. شفنا مع بعض جزء من كلام نسوان وده مشهد يعني هو المسلسل كله كانت يعني لما الأربعة بيجتمعوا بتبقى حاجات طريفة حاجات خناقات ما بينهم. كلميني بقى عن كواليس العمل ده. مش هقدر الخص لك الكواليس في يوم يعني في فقره بسيطه بصراحه. باختصار هي الكواليس كانت رائعه جدا. اول حاجه الكواليس دي بيرقصها الاستاذ عمر عبد العزيز معروف انه دمه خفيف جدا جدا جدا. النكته ما بتفرقش لسانه وانسان ما شاء الله بيوصل للوكيشن دايما موده حلو قوي بيحاول انه بيخلي الممثل مرتاح جدا. تاني حاجه كان في معانا طبعا في جنسيات مختلفه في اتنين لبنانيات في واحده تونسيه ومدام لوسي النجمه المصريه طبعا كانت معانا. فلوسي طبعا دمها خفيف برده واللبنانيات كان كل واحده جايبه الطابع اللي خصها الروح بتاع بلدها. وكان الجو حلو قوي وكنا بنخاف على شغل بعض جدا يعني كان في قلق في الاول اربع ستات يعني هيتعامل ازاي. انا كنت لسه اسالك انه طب كل واحده طب والدور الثانيه طب مشاهدها اكتر طب انا عامله ازاي. ما كانش كده خالص لانه بصي هو السيناريو اتكتب بطريقه مميزه جدا لانه مدام عزه شلبي والورشه اللي اشتغلوا على المسلسل كتبوا الحوار وموزع يعني الحوار كان موزع على كل الشخصيات بالتساوي اول حاجه. تاني حاجه كل واحده ليها سكتها وكل واحده ليها ابعادها وعمقها في الشخصيه. فالموضوع ده ما كناش بنتكلم فيه خالص نهائي. تاني حاجه الجو كان لطيف يعني بجد كان في الفه كان في محبه جامده جدا كنا بنغير على شغل بعض يعني بصي في الاخر احنا الاربعه لما نتجمع مع بعض لو انت شغلك مش عالي انا مش هعلى معاكي. أيوة المفروض انك تعليني عشان اعليكي انا برضو كمان تديني. هي هو تمثيل ايه تديني شحنه ارجعها لك. في مصر بقى هنا الناس بقى كانت بتنادي لك بمها يعني الناس كانت متعلقه قوي بشخصيتك لانه كانوا متعاطفين معاكي بعد المشكله انه ابنك طلع بعيد عنك وكذا. وانت بقى نزلتي بعد كده في رمضان وانت دلوقتي قاعده في القاهره قولي لي بقى نسبه في الشارع بتقول لك ايه بتكلمك عن ايه. والله ما بنزلش كتير للشارع بامانه. بيقول لك يا مها لا ما حسيتيش ان الشخصيه علمت قوي في الناس. بصي هو اعتقد انه نسبه الفرجه للمسلسل كانت عاليه بعد رمضان لانه في رمضان زي ما انت عارفه كان في زحمه اعمال ما شاء الله وربنا يداومها نعمه. كان في زحمه اعمال كتيره جدا وكان في نجوم كتير قوي موجوده في رمضان وكلنا كنا عاوزين نتابع اعمالهم فكنا مشتتين هنتفرج في ايه. انت كنت بتتابعي؟ انا كنت بتابع الفتره اللي انا كنت بتفرج فيها في رمضان طبعا كنت بتفرج في مسلم.